اهلا بيكم. خسر المنتخب السعودي امام بولندا بهدفين دورا رد مساء اليوم السبت على استاد المدينة التعليمية في اطار الجولة الثانية من دور المجموعة لبطولة كأس العالم 2022 في قطر، وخاض لاعبو الاخضر السعودي امام مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة بعد فوز التاريخي 2-1 على الارجنتين. وسيطر لاعبو السعودية على مجريات اللعب في الشوط الاول، في الوقت نفسه اتسم اداء لاعب بولندا بالعنف الزائد والخشينة، واضاع سالم الدويسري ركلة جزاء كانت كفيلة بقلب الامور لصالح الاخضر، عندما كانت تشير النتيجة الى تقدم بولندا بهدف دون رد. واستمر التعادل السلبي حتى الدقيقة 39 عندما سجل اللاعب بيوتر زيلينكس الهدف الاول لصالح منتخب بولندا، وانتهى الشوط الاول بتقدم بولندا بهدف دون رد. وفي الشوط الثاني حاول المنتخب السعودي تسجيل هدف التعادل وكثف من نشاطه الهجومي لكن دون جدوى، وفي الدقيقة 82 تمكن روبرت ليفاندو من تسجيل الهدف الثاني لصالح منتخب بولندا. حظ أوفر إن شاء الله للسعودية، ولكن الماتش كان قوي جدا وانتم أدائكم كان عالي. شكرا لأهل السعودية، وتتمنى من حضراتكم عمل اشتراك للقناة وتفعيل زر الجرس. أشوفكم على خير، كان معكم أخوكم أحمد الحكيم.